وأصله الاختلاف في فرض الوقت. قال أبو حنيفة ويوسف هو الظهر، لكن العبد المأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة. وقال محمد هو الجمعة لأنه مأمور بها، والفرض هو المأمور به، وله أن يسقطه بالظهر رخصة. وعنه أن الفرض أحدهما لا بعينه ويتعين بأدائه، لأن أيهما أدي سقط عنه الفرض، لأنه أيهما أدى سقط عنه الفرض، فدل أن الواجب أحدهما. وعند زفر هو الجمعة، والظهر بدل عنها في حق غير المعذور، لأنه مأمور بالجمعة منهي عن الظهر. فإذا الثاني هو المعتبر في وجوب السعي وترك البيع، وقيل الأصح أنه الأول إذا وقع بعد الزوال، لإطلاق قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فإذا تم الخطبة أقامه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لا تجب عليه الجمعة، كما ذكرنا من قبل أن للجمعة الشرائط، إنها تجب على فلان وفلان وفلان، ولا تجب على فلان وفلان، مثل العبد والأعمى والمرأة ليس عليهم الجمعة، ولكن إذا ما صلوها فقد جازت. ومن لا تجب عليه الجمعة إذا صلاها أجزأته وفهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة وهو مسافر. قال: ومن صلى الظهر يوم الجمعة بغير عذر جاز ويكره. وقال زفر: لا يجوز، وأصله الاختلاف في فرض الوقت. فقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما لا، أن فرض الوقت هو الظهر، أن فرض الوقت هو الظهر، لكن العبد مأمور بإسقاطه عنه بأداء الجمعة، يعني إن الله عز وجل ليوم الجمعة قال: إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا ما أدوا الجمعة سقطت عنه الظهر بأداء الجمعة. إذن وهذا المسجد إلى الآن يسمى، رغم أنه لم يكن هناك مسجد ذاك الوقت، كان فضاء واسعا، ولكن صلى هناك أول جمعة فرضها الله عليه، فلأجل ذا سمي هذا المسجد بمسجد الجمعة. مسجد الرئيس؟ ما زرت المدينة؟ زرت المدينة كثيرا، لكن لا أذكر أن زرت ذاك المسجد. فمسجد الجمعة، ولكن يوم الجمعة هذا المسجد يكون مغلقا لأن الناس يصلون إليه. نعم. لأن في إخلال بصلاة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ألم تكن الجمعة مفروضة قبل ذاك؟ يعني لم يكن يصلي صعود هذا فيه قولان، أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إنه يعني جمع الناس يوم الجمعة وكان يخطبهم ويصلي بهم، فهل هذه كانت جمعة أم لا؟ في قولان.